يا مساء الخيرات عليكم. احنا حاليا جينا مرة تانية علشان نشوف البركة عم مدحت مدير فرع شيف شربيني هنا في الشيخ زايد. الراجل ده والله العظيم دون مجاملة مش عشان هو قاعد جنبي من احلى الناس واحلى المديرين اللي اتعاملت معهم في حياتي. حبيبي ربنا يخليك ربنا يخليك عمال. النهارده جينا علشان نشوف عم مدحت الجميل ده والشيف شربيني. احنا مستنيين ده حبيب قلبي من جوه. انا هموت واشوفه والله العظيم. ومعزه عم مدحت بقت لا تقل شيء عن معزه الشيف شربيني عندي لان حبيته جدا من اول مره. عشان نقبض كمان يا جماعه. انت قلت لهم ليه دلوقتي ان احنا هنقبض؟ جابوا لنا ميه بصراحه على حسابهم وشربونا قهوه عشان شاي. صاصه جاي مخصوص زايد على المره اللي فاتت. اهم حاجه براد الشاي. جميل يا جماعه. شاي بالنعناع. شاي ياسمين. انا متشرف ان انا معاك عم مدحت. شرفينا ان انتم منورينا النهارده حبيبي قلبي. ايوه يا استاذ غالي. وسعداء فعلا بتواجدكم معانا. حبيبي ربنا يخليك عم مدحت. ربنا يبارك لك يا رب. حبيبي قول لنا بقى ايه التطورات اللي هنعملها. والله بص انا مش هضيف حاجه جديده، بس اللي اقدر اقوله لك النهارده لما بتيجي تشرفنا في المطعم هنا، الاكل بتاع زمان بتاع والدتي ووالدتك جدتي وجدتك. مش موضوع ان انا عامل مطعم بكمبيوتر في حد حوالينا او بنتنافس فيه مع حد. لا انت حته لوحدك بما يرضي الله. يعني اقول ان انا جاي النهارده اكل اكل بيتي من بتاع زمان. الاكل بتاعنا لحم بلدي. التتبيله بتاعتنا بالتاتش بتاع الشيف شربيني. كلنا ماشيين على تعليماته هنا هو وعلى الريسيب بتاعته. هو واقف معانا في المطبخ يوميا بنفسه، بيشرف على كل شيء بنفسه من ساعة لما اللحم بيجينا من المزرعة من عنده لغاية لما بيخش عندنا المطبخ المركزي، ويبدأ الجزار عنده يشفي كل حاجة تخش في طريقها زي ما متحدد ليها هي ماشيه ازاي. زي ما احنا عرفنا ممكن اللحوم والدواجن كلها حاجات من مزارع الشيف بالظبط. هتشوفوا انتوا بقى في الفيديو بتاع النهارده، بس لسه احنا هنعمل الاول لقاء كده سريع مع الشيف شربيني، ودي اسعد واكتر لحظه مهمه في حياتي بجد. حرفيا اوعوا تروحوا اي حته، واللايك الجميل بتاعكم والشير في كل مكان. راجعين لكم على طول مع الشيف شربيني. انتظروا اللقاء المنتظر. والان مع اسعد لحظه في حياتي مع حبيب قلبي لينا كلنا صراحه البركه. احنا قاعدين بقالنا بتاع 3 4 ساعات، هو مدينا من وقته ما شاء الله بجد. يعني الله يبارك له. انا كنت متخيل ان انا هاجي عشان اشوف الشيف شربيني هيقول لي يلا يا حبيبي دقيقتين وامشي. الراجل في والله العظيم حسيت ان انا قاعد مع ابويا الله يبارك له. زي ولادي زي ولادي. ما سبناش غير لما اكلنا احلى لحم من ايده. انتوا خسرانين كتير. انتوا خسرانين كتير. احنا اكلنا من ايد الشيف شربيني ده حقيقي مرتين كده، مره في الفيديو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، والمره الثانيه بس اللي كانت معاه دي بجد يعني في منتهى الطعامه واللذاذه. بجد انا مبسوط جدا ان انا معاك يا شيف شربيني. وده شرف ليا. ولادي في وسط مني. شرف لينا كلنا يا شيف. بجد انت مشرفنا يا شيف. طب يا شيف عندنا شويه اسئله كده. بس ما تكونش محرجه. لا يا باشا ما اقدرش يا باشا. لا مش هرد. طيب احنا طالبين منك عشان بعد الاكل اللي دقناه ان احنا عايزين فروع قريبه لينا. احنا هنا في الشيخ زايد يا جماعه، هسيب لكم العنوان تحت. احنا عايزين حاجه في مصر الجديده، في مدينه نصر، في التجمع الخامس. اطبخ يا جاري كلف يا سيدي. طيب انا مستني. على قلبكم قد كده. طيب بجد والله العظيم يعني سكرة قاعدة معانا غير ما انتم متخيلين خالص، او غير ما انا كنت متخيل. احنا بقالنا حرفيا ساعتين ثلاثة اربعة بنتكلم وبناكل، وما سبناش غير لما كلنا. ويعني اتفاجئنا بالشخصية صراحة. يعني احنا اتفاجئنا. احنا عارفين الشيف شربيني شخصية جميلة، بس لما قعدنا معاه لا الموضوع مختلف تماما، غير ما كان في مخيلتنا تماما. انا عايز بجد اجي كل يومين ثلاثه كده اصطاده وهو في المطعم اقعد اتكلم معاه. هو بجد عنده سعه صدر فظيعه. وقال لي على حاجه مهمه يعلم ربنا. انتوا عارفين انا في القناه هنا المصداقيه اهم حاجه. قال لي انت لما تيجي تاكل هنا تاني ولو هتصور تاني تقول رايك. عجبك الاكل قول، ما عجبكش قول. دي امانه. وده هتشوفوه في الفيديو يا باشا. دي رساله انت بتقدمها للناس مطرح وتقول لهم القبله بيقولوا امين. بجد فانت لازم تقول الصح بما يرضي الله. دي حاجه يعني بجد اشهد لك بيها شيف ان انت عايز. احنا ماشيين على سيستم واحد ونظام واحد وطعم واحد، فاحنا مش هنغير في اكلنا. تسلم ايدك بجد والاكل جميل. وهنا سؤال بقى، ايه اكتر سؤال اتسالته سواء في القنوات اللي كنت فيها او ايه السؤال اللي على طول بيجي لك؟ يعني انا اسمع مثلا طريقه عمل البيتزا ده جالك ياما في لان انا من متابعين الشيف شربيني. فتسألت السؤال ده. هو ده اكتر سؤال جالك ولا في اسئله تانية؟ اسئله كتير محرجه. طب سمعني اكتر سؤال محرج. مين اللي بيطبخ في البيت، انت ولا المدرسه؟ لا ده سؤال كده. يا باشا بص اكيد اكيد يا شيف انت.
اكيد لا مش أبوخ. اكيد لا لا يا باشا لا عشان لا. الجمال بتاع الاكل بتاعك يعني. لا يا باشا لا يا باشا وجع الدماغ في الشغل وفي البيت بجد تسلم ايدك يا شيف يعني انا لا مش عايز اخلص الفقره دي يا جماعه اللي عنده سؤال يسال احنا مش لاقيين كلام نقوله للشيف بصراحه من المقابله الجميله والاسلوب الجميل والاكل الجميل والمكان الجميل لا بصراحه وانتوا عارفين كويس قوي ان احنا عندنا في القناه اهم حاجه المصداقيه احنا ما بنقولش اي حاجه خلاص انتوا عندكم في القناه بتروحوا المحطه بتروحوا في حته لا لا, لا انا بقول لهم اوعوا تروحوا اي حته دي بتاعت سبحان الله انا دايما بقول لكم اوعوا تروحوا اي حته دي بتاعت الشيف شربيني والله العظيم من حبي فيك انا بقولها ومش عارف انا ليه بقولها ربنا يخليك بتاعت الشيف شربيني يا جماعه اوعوا تروحوا اي حته دي اللي انا بقولها لكم على طول واعرفكم بيها فبجد انا سعيد جدا ان انا معاك النهارده والله طيب وبما يرضي الله والله العظيم المطعم ده احلى لحم بلدي تيجوا تاكلوه في الشيخ زايد بسعر ممكن نقول مطريه واماريه ومناطق شعبيه حرفيا وانا انا عشان عشان انا قاعد في زايد لا بصراحه آه. لا 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 بصراحه عم صلي على النبي مفيش حد غيرك انا هون ساعتك حاضر ادخل لحم مستورد على فكره مش صعب ما اللحم مستورد غاليه وجميله وكل حاجه بس ادخلها ليه الشيف يا جماعه هو اللي بيربي في المزارع بتاعته هو لسه جاي لنا من المزرعه يعني سواء اللحوم او الدواجن دي من المزرعه بتاعت الشيف الحمد لله رب والله اقسم بالله اللحم اللي انت كده من عندي من احنا لسه دايقين ايه من شويه جبنا قريش جبنا قريش يعني وشمورنا السمنه البلدي يا لهوي على الريحه اقسم والله بص والله العظيم انا ما عامل حساب والله احنا جايين كده احنا رابطين عليهم كده انا ما عامل حساب ان انتوا جايين يعني معلش انا جيت بقول لك على حاجه انا جاب ارنب معايا في ارنب هات الارنب يا عمور عمر جاي وجاب الارنب معاه تعالى هات يا عمور تعالى يا جماعه ده دليل ان الشيف لسه جاي من المزرعه ادي جايب ارنب بعام من المزرعه اللي هم بيربوا فيها بصراحه يعني فين هات الدينر بتاعه بجد شرف كبير اكبر شرف ليا فاضل عم سيب وهو ياكل سيب وهو ان انا اقعد مع الشيف شربين النهارده كلنا صراحه وهاجي لك تاني وهنقعد مع بعض تاني وثالث ورابع انا عايزك تعتبرني ابنك زي الشيف علاء كده بجد وسلامي للشيف علاء انت يعني اكيد تربيه جميله من هذا الشخص اللي انا حسيت ان هو ان هو والدي حرفيا اداني من وقته كتير قوي وانا عارف ان وقته ثمين شكرا ليك يا شيف شربيني شرفتوني ولادي يعني جم شرفوني شرف لينا جدا شرف لينا يا شيف شرف لينا الناس دي جايه ما بتاخدش فلوس بحقيقة. الناس دول عندهم وايد كلمه حق بيقولوا بمرضي الله ان في ناس كتير قوي بتروح مطاعم بتدبس بتدفع شيء وتدفع الشيء الفلاني صحيح اكيد هم دبسوا قبل كده ايه عشان كده بنتهم كتير, كتير والله فطبعا لما يكون ان هم يلفوا المطاعم ويشوفوا حاجات زي كده وبيدوا خلفيه للناس دي حاجه جميله جدا ويا ريت كل الشباب في مصر كل الشباب ولادنا حبايبنا اللي يخش مكان حلو مش لازم يتكلم عنه انه حلو لا صحيح اللي يخش مكان وحش قول يا جماعه ما حدش يخش ده صحيح لكن انا بقولش ان دخلت مكان حلو تعال قول انه حلو لا لا وهم لا. عارفين الحته دي عندنا في ولكن شهادة لكن شهادة لو اكل وحش قول ده وحش شهاده اعتز انا عندي الاكل وحش قول اكل وحش شهاده اعتز دول جايين يعني دول يعني جروب يعني براعي ربنا في الناس اللي قدامهم لان الناس بتدفع فلوس وبرجعوا ندمانين صحيح الحمد لله رب العالمين ان في شباب زي الورد واعي دي ثقافه يعني جديده بالنسبه لنا ويريد تحترمها ربنا يخليك يا شيف وهنقي الختام الحلقه النهارده ان انا اسلم على الشيف شربيني وابوسه عشان ده والدي حبيبي بجد انا متشرف بيك يا شيف شربيني بجد انا حاسس ان انا قاعد مع والدي ولادي والله صدقني ربنا يخليك يا شيف شربيني حبيبي ربنا يخليك صدقني يا حبيبي صدقني روحوا اتفرجوا على الفيديو شوفوا العظمه بقى اللي في الفيديو بعد دي العظمه اللي احنا عملناها الاول عشان تبقوا فاهمين الفيديو متصور من قبل ما اشوف الشيف شربيني فرايي والله ما شفتهم في المحل وهم جم ايه متخفيين وكلوا عشان يعملوا كومنت يعني جايين يعملوا ايه يقول لك ايه حلو ولا وحش بالظبط جم تاني وهيجوا تالت هاجي تالت ورابع على فكره وخامس وهقول بما يرضي الله والنعمه دي على عينيا جم كلوا دفعوا الفلوس هم عارفين الكلام ده عننا الحمد لله كويس معلش يعني ما حدش يقول دي جلياطه ولا جن لا لا لا, 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 لا الناس بتراعي ربنا في اللي قدامها وبتراعي ربنا في الناس اللي موجوده الله يبارك لك الناس يا جماعه مطاعم ماليه مصر كتير ربنا يزيدهم ويبارك بس احنا عايزين نعمل حاجه ترضي ربنا الاكل ده امانه صحيح بالظبط دي امانه وبصراحه انا والله العظيم يعلم ربنا لسه لما كنت باكل مع الشيف دلوقتي من شويه قلت له الهي يا رب ما اروح بيتي لا قدر الله لا قدر الله احلى حته لحمه لا يا ابني لا قدر الله لان الشيف شربيني هو اللي كان متبلها على ايده وكانت رايحه بيته بس نصيبنا كان لها الموعدين مش الحسابين حبيبي
بس انتوا ولادي برضه. ما هي ما هي بيتها في بيتها هي في بيتها كده كده في بيتها. حبيبي ربنا يخليك شرفتوني والله يا شباب. شرف لينا شيف. شرف كل سنه طيب. ربنا يخليك. وغالبا اللقاء ده يا جماعه مش هينفع ينزل مع الفيديو تقريبا لانه الشيف ادانا وقت كتير احنا قدرنا ناخد حقنا معاه وزياده. فغالبا اللقاء ده هيبقى فيديو لوحده او هحط لكم منه جزء مع الفيديو اللي انا صورته وجزء تاني لوحده. هنشوف هنعمل ايه في المونتاج. ويا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم اللي انتوا شفتوه وبجد كده الشيف تهمني مش فاهم انا بقول ايه. اللي احنا عملناه دلوقتي ان احنا نطلع مع الشيف شربيني ده سبق محدش عمله. اللي انتوا مش فاهمينه ان انا يعني هقفل الكاميرا وهفضل مقعده معايا. انا حاسس ان انا قاعد مع والدي في البيت والله العظيم حرفيا. انا حاسس ان انا قاعد مع والدي في البيت. فيا رب تكونوا مبسوطين زي ما احنا مبسوطين. ودي مش اخر مره هنجرب المطعم هنا وهنيجي كل مره هنيجي هنا. اي اختراع هيعملوه جديد هنقول رأينا. في اختراعات قالوا عليها جديده هتتعمل وهنيجي وهنقول رأينا بما يرضي الله لأن الشيف شربيني قايل قولوا رأيكم بما يرضي الله. وإحنا كده كده الحمد لله بنقول رأينا بما يرضي الله. وفي فطير بقى حاجات هيعملوها عسل أبيض وعسل أسود حاجات من المزرعة عند الشيف. آخر الختام من الكلام الدبش ده بيفتني. لا وحياتي والله العظيم هو بلغتنا احنا بتوع الدهب ما هم بيعرفوش ان احنا بتوع دهب عادي اديهم عرفوا يا سيدي مع الشيف شربينا الناس دول جوهرجيه ما يعرفوش بس شوفوا من الغيه بتاعتهم الحلوه. واحد بيبقى غاوي يطير حمام واحد بيربع عصافير واحد غاوي يركب موتوسيكلات انا يا باشا دول غاويين ياكلوا غاويين يجربوا اكل وده جميل بس بيقولوا رايهم والراي محترم. حبيبي ربنا يخليك. ودي اكتر حاجه بجد انا احترمت الشيف شربيني فيها ان هو بيقول قولوا رايكم بما يرضي الله. الاكل حلو وحش وحش قولوا وحش حلو قولوا حلو يا مانا بس. وانا ناس انا عايز اقول ايه والله العظيم انا مبسوط من القعده. عايز اشكر الاستاف كله عم مدحت الاداره هنا بصراحه والشيف سعد الجميل واخص عم مدحت تاني لانه والله العظيم من الناس الجميله والشيف كلهم هنا جمال الاستاف من اصغر لاكبر واحد. بص احنا هنا كده كلنا تيم ورك او تيم ورك يعني نحن كنا اسره واحده صحيح. كلنا ومفيش حد عالي عن التاني كلنا فرد واحد. شفت ده بعينيا في خلال الثلاث اربع ساعات اللي انا قاعد فيهم هنا بجد والله العظيم. وابن الشيف شربيني بيلعب معانا والارنب وكل حاجه جميله بصراحه والله العظيم. وبعد ما قفلنا الفيديو الشيف شربيني صمم ان احنا ما نمشيش غير لما يشربنا الشاي بتاع الشربيني عنده هنا في المكان برات شاي الشربيني ده موجود في المكان. والشيف قال لنا على حاجه عايز اسمعها منه. اتفضل قول لنا احنا بعد ما حطينا الاستكنت الشاي الحلو دي وروقنا الدماغ معلش كلمتين يا شيف للناس الحلوه دي اللي عايزه تيجي تجرب الجمال ده. فقلنا واقترحنا وطلعنا قرار سخن مع براد الشاي فرمان من الشيف شربيني. اي حد هيشرفنا من على الفيديو اللي احنا نشرناه ده هنا هيشرفنا اكل خصم 15%. اي حد هيشرفنا على الصفحه من قناه كرش بوي اي حد هيجي هنا يقول له انا تبع كرش بوي عرض لمده اسبوع لمده اسبوع اللي هيشرفنا من يوم نزول الفيديو من يوم الحد. يعني نزول الفيديو لو نزل بكره ولا بعده ولا من يوم نزول الفيديو من يوم نزول الفيديو من يوميها هيبقى الخصم 15% على كل اكل ممكن. على اي اوردر هيتلك على فاتورتك في 15% خصم لمده اسبوع منذ يوم نزول الفيديو هذا اليوم بس. وخلاص وهسيبونا اشرب الشاي بقى مع احلى شيف في العالم الشيف شربيني براد الشاي. يلا سلام سلام. وبعد ما قعدنا مع الشيف شربيني لقينا اسره كانت بتاكل قلنا ناخد رايها بما يرضي الله. عايز اسمع راي كل واحد فيهم بما يرضي الله في الاكل اللي كانوا النهارده. عرفونا على نفسكم وتفضلوا. اتفضلي يا حاجه. انا حاجه شادي. اهلا بيك. حاجه من لواء نعيم عباس. اهلا بحضرتك اتشرفت بحضرتك. احنا ساكنين في دهب وجايين مخصوص عشان مطعم الشيف شربيني. سمعنا الصيت والغنى سمعنا انه مطعم تحفه من جميع النواحي فحبينا نيجي وعن قرب نتعرف بيه. هو شخصية عظيمة جداً. جداً احنا بنتابعه في البرنامج في التلفزيون بس انا معرفش ان هو شخصية ظريفة كده وشخصية متواضعة وشخصية جميلة فوق الوصف بصراحة في معرفتها يعني فعن قرب واستمتعنا بالمكان وبالأكل تحفة والاكل بيتي زي بتاع اهالينا وامهاتنا اللي بيعملوا مقابله الشيف لينا والاداره والمكان وكل حاجه ممتازه وتحفه.
في اي تعليق اي أبداً. ملح زياده اي علامه تسويه بجد حاجة. بما يرضي الله والله بما يرضي الله تمام. نفسي الاقي حاجه اتكلم عنها في قصور في حاجه ابدا كله تمام ممتاز فوق الممتاز كمان كل حاجة. مفيش حاجة احنا جربنا اماكن كتير حلوة برضو بس بيبقى في قصور في حاجة معينة لا او عيب في حاجة مفيش حاجة يعني المكان او المطعم يؤخذ عليها ابدا طيب اتفضل قول لي رايك انت صحيح انت قاعد كده مش عايز تقول لي رايك منتظر بس اتفضل سمعنا على دماغنا كلنا يخليك تسلم عقيد امير قوات مسلحه طبعا احنا من سكان زي ما الحاجه قالت كده من سكان الرحاب تجمع الخامس وجايين مخصوص طبعا عشان ناكل في مطعم الشيف شربيني طبعا هي الحاجه طبعا هي دي وصايه الحاجه ما هي عاوزين نروح شيف شربيني مطعمه ده في الشيخ زايد فانا اقول لها طبعا ده مشوار ونخبط مشوار من الشمال للجنوب قلت لها لا هو الناس بتشكر فيه واحنا لازم نروح نشوف المطعم طيب سؤال بالنسبه للاسعار انتوا شايفين ايه بما انا عايز بما يرضي الله كل حاجه بالله عليكم لسه واكلين وهنحاسب على طول دلوقتي يعني تمام بس مش طلعنا على قائمه الاسعار عادية ما يجيش زي مستوى الاسعار الموجوده في الشيخ زايد تمام فده طبيعي يعني مستوى الخدمه على زي الفل كل الناس هنا تيم ورك على قدم وساق عاوزين يخدموا الناس استاذ احمد محاسب احمد برضو اهلا بحضرتك اهلا بيك اهلا بيك الناس جايه من الرحاب لهنا يا جماعه عشان تاكل عند شيف شربيني لاول مره وده رايهم بما يرضي الله اتفضل لا الاكل كله ممتاز فعلا وحاجه جميله مفيش اي حاجه ما عجبتكش خالص ده انا لما جيت فيه شويه حاجات وقعت معايا طب الحمد لله ان الاكل كله عجبكم كله ممتاز يعني طب الحمد لله شهاده لله حبيبي دي اهم حاجه شيف شربيني برضو لا لا ده شخصيه لا احنا اتكلمنا عليه كتير قوي لا احنا يعني لو قعدنا للصبح مش هندي له حقه بجد طيب وده يلا يلا لا قولي رايك يا سلام قولي مهندسه ساره اهلا بحضرتك يعني مش هقول حاجه بعد اللي اتقال لان فعلا الاكل فوق الممتاز انا وقعت في وسط مهندسين ودكاتره ولواءات انا هلحق اروح اجري بجد اتشرفت بيكم كلكم بجد وشكرا على شهاده الحق دي علشان المطعم ده حرفيا يستاهل بما يرضي الله لان اكله حلو جدا وتشرفت بيكم يا جماعه يلا انا اسعد حبيبي ونشوفكم ربنا يخليك ممتاز وحاجه معرفتهم خير مكسب خير. يعني طبعا وحضرتك طيب ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده وكان معكم جو كرش بوي والاسره الجميله دي اللي اتشرفت بيها النهارده سلام